من أجمل تصويبات القنص بالسهم والقوس وأقصاها في نفس الوقت قام بها هذا الصياد والقناص الذي تشاهدونها الآن. يصيبه في مقتل ضربة مميتة جهة القلب. بدون شك هذا السهم يكون اخترق جسد الغزال، ومن شدة الضربة انتفض الغزال وعمل شقلب في الهواء قبل أن يسقط بعض أمتار من المكان. هذه السهام قوية وصلبة لأنها مصنوعة من معدن التيتانيوم القوي يخترق كل شيء.